اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك اي سورتو سعيد. من قبل تابونا اي لايك. كيضحكوني الناس اللي ملي كتسقسيهم كتقول لهم الله يخليكم انا بغيت ننجح في حياتي شنو خاصني ندير، كيقول لك عرفتي شنو عليك غير تكون موهوب. الا كنتي موهوب ان شاء الله غتقلع، كنموت بالضحك انا بعدا حيت هادشي ما كاينش. الموهبه انا مزوقه فيكم، ديروا لي لي ويكاند، بغيتي ديروا دي جي ديروا لي لي ويكاند، بغيتي تغنيو ديروا لي لي ويكاند، كاع الحوايج اللي كتعجبكم ديروا لي لي ويكاند. علاش؟ حيت الموهبه غير كتلاقاو مع شي عوارض، كتلاقاو مع شي مشاكل، عظم الله اجركم في الموهبه. اجي بيني وبينك، الناس اللي هما كيطيروا في لافيسكاليتي، الناس اللي هما كيطيروا في لو دغون، الناس اللي هما كيطيروا في المات، في اخباركم راه ماشي موهوبين نو، مي قروا بما غادي يلقاو الحوايج اللي هما مجهدين فيهم وكيتقنوهم وغادي يديروا بهم المهنه. علاش؟ حيت هذيك الموهبه اللي عنده ما كافياش، ملي كتكون عارف راسك كتتقن شي حوايج كتلاقى مع الصعوبات كتقبط، كتلاقى مع الناس اللي غادي يعارضوك كتقبط، كتلاقى مع الناس اللي غيبغيو يحطموك كتبقى قابط كوميم، كتلاقى مع الفشل كتبقى قابط. هذوك الناس هما اللي في الاخر كينجحوا، ومني كينجحوا عاد كيوليو عندهم الموهبه ديال المهنه ديالهم. علاش؟ حيت اراك التبرع، اراك السفاره اون بروميير، اراك لوطيلا د الفريع، اراك المدام اللي بوغوسا والدراري اللي قارين والراجل اللي هو د الفريع. دونك اللي بغيت نقول لك، بغيتي تنجح الموهبه ما كافياكش، خاصك تلقى شنو هما الحوايج اللي انت مجهد فيهم وكتقنهم وغادي تخمر على كتافك وغتضربها ليا بواحد الماراطون اللي هو فاعل تارك، اللي هي غتبقى تنوض وتهز وتخبط وتبقى خدام حتى توصل للهدف ديالك، حيت الصعوبات كنوعدك غادي تلقاهم صافي سالينا. كانت معك ناهد رشاد اللي كتعاونك باش تخليك تزيد في حياتك القدام. الى عجبتك الفيديو خلي ليا شي كومنتير.